ماجي بغصن، أهلا وسهلا فيكي بموقع بلا ركابة. عنا فقرة أسئلة بلا ركابة، هيدي الفقرة السريعة اللي منحكي مع الضيف أشياء غير فنية بس هيك أسئلة سريعة. أول شيء، إذا عينوكي ملكة على العالم، شو أول قرار بتخديه؟ ألغي الحرب. عادي بتعمليها دايما وبتتمني لو بتتخلصي منها؟ بدخن شوي. أخطر ما فيكي أمتى بيخرج إلى العلن؟ ولا مرة بيخرج إلى العلن، كتير عندي صبر. أخطر ما فيي أني عندي صبر كتير، يا ريت بيخرج غضبي للعلن. وكيف بتفشي خلقك؟ ببكي ودايما بقول الوقت كفيل بكل شيء، ودايما الوقت بينصرني. أي متى بتكذبي؟ بأنه مرحلة ما بكذب، بس أنه في هيك كذبات بيضة بتصير، مش عارفة، لأن ما في شيء معين بعتمده لكذب. جملة بتوصف حياتك؟ ما بيصح إلا الصحيح. حيوان بيشبهك بصفاته؟ الكلب. ليه؟ لأنه وفي. موقف محرج تعرضتي له؟ موقف محرج كتير. من ضمنهم هلأ من شوي كنا عم نحكي بالموضوع، أنه مرة هيك حسيت حالي أنه أنا سبورتيف كتير وبدي شك بالبحر، شكيت طلعت بلا ميو. شو عملتي؟ يا بحر انشق وبلعني كتير ضيعت، بس كنت صغيرة. شو نقطة ضعفك؟ ولادي. سر بتعني لأول مرة؟ سر أنا حامل. عن جد؟ لا يا ريت، بس لا نقول لك كنا مبروك يعني. ما هو إذا سر مش لازم أقوله لأول مرة. ما يعني ما جاي على راسي شيء. مشهد مستحيل انه تنسيه؟ اول ما خلق ابني، اول ما ولد وشفته لاول مره، كانه هلا. لمين بتقدمي اعتذارك؟ لامي وبي. الشخص اللي ما بترفضي له طلب؟ امي وبي. اكثر شخص بتخافي عليه؟ اهلي وجوزي واولادي، عائلتي واهلي، كل حدا بقلبي بعتبرهم شخص واحد، ما بقدر سمي. أكتر شخص بخاف على ماجي بغصن؟ جوزي أكيد، كتير بخاف علي. يعني هلأ أنا عم بعمل انترفيو قطشني، قال لي حبيبتي ما بدك تاكلي. هيدا حب طبعاً. هيدا اهتمام طبعاً. أسمن شي فقدتي بحياتك؟ أصدقاء توفوا. أمنيتك اللي ما تحققت؟ إنه يعم السلام بالوطن العربي وبالعالم، إن شاء الله قبل ما موت تتحقق. الشيء اللي بتتمنى يرجع لقاله الزمن لحتى ترجعي تعيديه من جديد؟ طفولتي، ببكي عليها اوقات بس اتذكرها. كيف كنا نلعب، بس كنت في الصبح واشرب قهوه مع ماما، او قبل لما كنت اصغر. عشت طفولي كتير حلوه، وطفولي سويه وسعيده، يا ريت بترجع، بس ما بترجع. لا ما تبكي. اجمل صفه واقبح صفه فيك؟ اجمل صفه اني ما بأذي، واقبح صفه عصبيه ومتسرعه اوقات، هيك باخذ قرارات بسرعه برجع بندم. اصعب كلمه ممكن تنطقيها؟ بكرهك او بكرهك، بس ما بنطقها. ما بتنطقيها؟ لا، لاني ما بعرف اكره. ولا مره قلتيها؟ ولا مره قلتها، ما بعرف اكره. بعرف ازعل كتير من حدا وخاصمه وما احكي، بس الكره بيعذب صاحبه. مشكلة العصر بنظرك شو هو؟ مشكلة العصر الكره والبغض وشتائم كل واحد للتاني، وما حدا راضي بنجاح التاني، وستريس الدنيا اللي كلها عايشينه، ما بقى حدا بيقدر النعمة اللي هو فيها، مع انه كل انسان اذا بينبش جواته بيلاقي نعم كتير من عند ربنا. الطريقة اللي بتعبري فيها عن غضبك؟ ببكي وبحكي للمقربين كتير، بحكي بقول لهم اني انا زعلان وببكي بتشهشق يعني، وبطلع انه ما بيني شيء. مين المقرب اكثر شيء؟ من اصدقائي. يعني مين بتحكي؟ بحكي لنوال لاني بحبها، باخذ بنصيحتها. نوال الزغبي. نوال الزغبي اكيد. جيسي عبدو صديقتي المقربه. نسوان اخوتي، صديقاتي، امي، في عندي كثير. الفوبيا اللي بتعاني منها؟ الثلج، خاف، او اذا عم تشتت الدنيا اطلع على الجبل او انزل بغيب عن الوعي. ايه
صار بدها حكمة شغلة. يعني بس إذا شفت تلج ولا إذا شفت تلج وأنا بالسيارة بغيب عن وعي. عم تجربي تتعالجي من هالفوبيا أو شيء؟ لا عم فكر، قالوا لي إنه إذا بشوف حكيم بيقدر بيعالجني لأنه مستحيل بغيب عن وعي دغري. بس غريب يعني أول مرة بسمع هيدا الخبر. لأنه عاملة حوادث كتير على التصحيط، يعني تبرم السيارة 6-7 مرمات توقف على الوادي، فهيدا الشيء اللي شكل فوبيا. غلطة عمرك ماجي؟ شغلة عملتها. شو هي؟ ما في يقول شو يعني كيف بس علمتني كتير. ما في غلطة ما بتعلمك. الغلطة إذا بنضل معتبرينها غلطة بدل تعذبنا كل حياتنا. أنا بعتبرها تجربة تعلمت منها، هي تجربة هيك قصتني ونضجتني. إذا بدك مش ضروري تخبرينا عنها بس هيك لنلمح بس لنفهم عن شو عم تحكي. ما بعرف ليش بس نقول غلطة دايما بترتبط بناس، مرتبطة بناس قراب كانوا قراب. أكتر من هيك ما حقول. قلتي لهم كده باي يعني؟ ايه من زمان كده باي، وما بشوفكن على الصيف الجاي ولا صيف ولا شتاء. هل قد أزيوكي؟ ايه. شو بتقولي لهم هلأ؟ الله يسامحكن. اتمنيت الموت شنهار سمح الله؟ أبداً أبداً أبداً، يعني بخاف منه بعد 100 سنة وما بدي. بركي اخترعوا شي يعني، بس أنه حكمة ربنا أكيد. مين بيستحق أنه تموتي كرماله؟ في كتار. مين؟ سميلي. جوزي، أولادي بيستحقوا أني موت كرمالهم. شخص بترتعبي من فكرة فقدانه لا سمح الله؟ كل اللي سميت لك ياهم، اللي بحبهم كتير بخاف كتير أني أفقدهم. خطرت عبالك شي مرة فكرة الانتحار؟ أبداً، أعوذ بالله. الروح ملك ربنا مش ملكنا. خيروكي وبدك تختاري تتخلي عن حاسة من حواسك، أي حاسة بتتخلي عنها؟ ولا وحدة، ما هني خيروني. لا بقول ولا وحدة. لا إذا اضطريتي. طب إذا اضطريتي ما لمس مثلا ما الشم ما فيني، هيدي كمان إرادة ربنا يعني. إيه تتعرضي لحادث شم؟ شم؟ إيه إنه إيه الشم بس النظر مهم بيعنيني، بس إذا اضطريت أسهل شيء الشم. أنت مع وهب الأعضاء؟ إيه أكيد طبعا. أي عضو بجسمك يمكن بتحبي أكتر شيء توهبي؟ إذا بدي نقي عضو بوهب عيوني. عدا خيانة الوطن أي هي الخيانة الأصعب برأيك؟ خيانة الأمانة والصداقة بتوازي أوقات خيانة الوطن، لأنه أنت لما تخوني كل اللي حواليك عم تخوني أهل وطنك وعم تخوني وطنك. إن حبيت حدا بالوقت الغلط شو ممكن تعملي؟ حبيت حدا بالوقت الغلط بخلي الوقت يصير صح. يعني شخص غلط حبيتيه بالوقت الغلط بدل حبه. بدل حبه ما بهتم للوقت. حتى لو كان شو ما كان بدل حبه. هل قد الحب أساسي بحياتك؟ طبعا. وقلبك بيشتغل ولا عقلك؟ أي متى بتشغلي قلبك؟ أنا قلبي بيشتغل مش عقلي. عقلي بعدين، بس قلبي ياكل بوكس بيشتغل عقلي. Thank you ماجي. ميرسي. وإن شاء الله تكوني حبيت الفقرة. إيه حبيتها كتير حلوة. Thank you. ميرسي لألي.